للمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري مباشرة من معرض أهلا رمضان بأرض المعارض. محمود ضعني في صورة المعرض، الاستعدادات قبل الشهر الكريم، مدى توافر السلع وأيضا مدى الإقبال من الجماهير؟ نعم، بداية أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة دائما الدولة تقدم كل الإمكانيات لتوفير السلع الأساسية والسلع الغذائية بشكل عام للمواطنين من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لكن هنا تحديدا هو أكبر تجمع للسلع الغذائية والمواد الغذائية المختلفة، لأن هذا المعرض هو المعرض الرئيسي لأهلا رمضان الذي يضم 400 عارض من كبرى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية والموردة أيضا للمنتجات الغذائية. كل هذه الشركات سواء الخاصة أو الحكومية تجمعت هنا لتقديم كل خدماتها للمواطنين. نتحدث عن كل السلع بكل الكميات المتوافرة، نتحدث عن السلع الأساسية الأرز والسكر والزيوت أيضا، وكل هذه السلع تقدم بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار أيضا مخفضة. هنا التخفيضات تصل من 20 إلى 30% في أغلب المنتجات، أيضا منتجات الألبان التي تتواجد هنا في أرض المعرض من خلال الشركات المشاركة. أيضا هناك جناح خاص للحوم سواء اللحوم المجمدة أو الطازجة أو الأسماك، وأيضا هذا الجناح يأتي ضمن 126 جناحا مختلفا يقدمون كل السلع للمواطنين. هذا المعرض يفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء. هناك أيضا إقبال كبير من الجمهور كما نرى الآن، جهاز أيضا خدمات أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هناك إقبال عليه لما يقدمه من كل المنتجات وكل السلع الخاصة. نتحدث أيضا عن منتجات الألبان التي تتواجد بقوة هنا، هناك إقبال كبير من المواطنين على هذه السلع نظرا لتواجد كل السلع في مكان واحد وبأسعار مخفضة. أيضا الكميات التي تنتهي سواء من الدواجن أو اللحوم أو السلع الأساسية يتم أيضا ضخ كميات مناسبة في نفس ذات التوقيت لتلبية احتياجات المواطنين. معرض أهلا رمضان الرئيسي هنا رسالة قوية على أن الدولة قادرة على توفير كل السلع الغذائية، ليس فقط التوفير ولكن أيضا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة. هذا بالإضافة إلى أن كل السلع هناك احتياطي من هذه السلع يكفي لعدة أشهر قادمة كما صرح دولة رئيس مجلس الوزراء بعد افتتاحه لمعرض أهلا رمضان منذ يومين. هذا بالطبع يتزامن مع أكثر من 500 شادر ومعرض أهلا رمضان على كل في مختلف المناطق في كل محافظات الجمهورية لشراء الأسر المصرية ما يلزمهم من مستلزمات شهر رمضان. فبالتالي نطمئن السادة المواطنين على توافر كل السلع هنا داخل أرض المعارض بمدينة نصر بأسعار وتخفيضات وكميات كبيرة. هذا المعرض سيستمر والمعارض الأخرى ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. كل عام وكل المصريين بخير، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض أهل رمضان.